عشان اجمع 3 على 5 زائد 5 على 10 لازم اوحد المقامات يا شباب. اوحد المقامات هنا على 10، فال5 على 10 اسيبها زي ما هي على الكبير، زائد هضرب الخمسة هنا في 2 عشان تديني 10، زي ما ضربت تحت في 2 هضرب فوق في 2. 3 في 2 ب6، و5 في 2 ب10. تعالوا المقام ما بيتجمعش وما بيتروحش، يعني المقام بينزل زي ما هو. 6 زائد 5 11. لو جيت ادور هنا في 11 على 10، مفيش، يبقى معناها 11 على 10 ده كسر غير حقيقي. المفروض ايه؟ المفروض ابسطه. المقام بينزل زي ما هو، واقول 10 ضربت في كام عشان تديني 11؟ اقرب حاجة 10 في 1. طب هيتبقى كام؟ هيتبقى 1 عشان اوصل ل 11. اه يا مريم اتفهمت ولا اشرحها تاني؟ فهمت. طيب في ايه تاني؟ أنا في سؤالين في الصفحة التانية، السؤال رقم الـ 14. كام؟ السؤال رقم 14 بيقول ايه؟ بيقول إيه؟ عايز التعبير العدد المناسب عشان اقسم العددين دول ليه اكبر. شفتي كلمة اكبر دي؟ عايز اكبر مجموعات متساوية. اول حاجة اللي هنا ضرب الواحد وساب 16 في 24، وبعد كده خد الاتنين عامل وشارك وقال 2 في 8 ب 16، و2 في 12 ب 24. بعد كده خد الاربعة وقال 4 في 4 برضه ب 16، و4 في 6 ب 24. كل صح ما عدا آخر واحدة هي اللي صح. ليه؟ لأنه عايز أكبر عدد، يعني لازم نجيب مين؟ نجيب أكبر عدد ما بينهم. هو العين ميم ألف، العامل المشترك ما بينهم أكبر عامل هو التمانية. 8 في 2 ب 16، و8 في 3 ب 24. يبقى أنا لازم بجيب بين الرقمين دول أكبر عامل باخده بره. انا عارفه ان الاتنين ينفع تتاخد، والواحد ينفع، والاربعه تنفع، بس انا قلت اول ما اديت الدرس ده احنا بناخد العين ميم الف اللي هو العامل المشترك الاكبر. فبتاخدي العامل المشترك الاكبر ازاي؟ بتاخدي ال16 وتحلليها، وتاخدي ال24 وتحلليها. ال16 4 في 4، وال4 عباره عن 2 في 2، وال4 برضو التانية عباره عن 2 في 2. ال24 4 في 6، وال4 2 في 2، وال6 2 في 3. وبعد كده تكتبي ال24 وتكتبي عوامل ال16. عوامل ال24 2 و2 و2 و3، 3 اتنينات و3. عوامل ال16 4 اتنينات، اكتب ال3 اتنينات تحت ال3، والرابعة الاتنين الرابعة حطها بعيد. عم محمد الطايب ما بياخدش غير اللي بيتكرر، بياخد من كل واحدة اتكررت واحدة بس، يعني من كل 2 هناخد واحدة، من كل 2 هناخد واحدة، من كل 2 هناخد واحدة. نضرب 2 في 2 في 2 ب 8 بس. يبقى انا كده اعرف ان الرقم اللي هيتاخد بره هو ال8. اقول ال8 بقى تتضرب في كام تديني 16؟ 8 في 2 تتضرب في كام تديني 24؟ تديني تضرب في 3 بس، بياخد العامل المشترك الأكبر. اه ايه تاني يا مريم؟ سؤال 19. ماشي، 19 انت حلها صح. يا محمد ماشي. طلع السالب 3 بره القيمة المطلقة ب 3، طلع السالب 4 بره القيمة المطلقة ب 4، يبقى ال4 أكبر من ال3. احنا حلينا سؤال زي ده امبارح، كنت حلينا برضو غلط في الواجب. ايه تاني؟ سؤال كده تانية بسرعة شوية يا جماعة. ايه السؤال التاني؟ 21. 21 دول و كل الأعداد التالية أولية ما عدا مين؟ الاتنين أولي، والخمسة أولي، والسبعة أولي، الستاشر مش أولية، لأن الستاشر 4 في 4. هو ده محتاج في حاجة تانية بسرعة شوية يا مريم؟ في حاجة تانية هنا؟ لا يمس.
حد يا شباب محتاج اي حاجه في الواجب عشان هنقل الجديد، محدش لا يرجعني شكرا. تاني. لا شكرا. يا عبد الله لا شكرا نمس. طيب يلا اللي بعد. يلا يا محمد. أنا بس اه يا محمد يلا. 2/6. طيب لو جه دور صح، ده ايه السهولة دي؟ بس انا لو هحطها في الامتحان ما هحطهاش بالتفاهة دي صراحة، هذا حقيقة. يعني ما هحطلكش الإجابة موجودة عندك كده 2/6، هروح كاتبها لك في الاختيارات 1/3. مش هتحط لي الإجابة عندي، مش هتحط لي إن ليه؟ المقام ليه هحط الاختيار متساوي 1/3؟ عشان اشوف انت بتعرف تختصر ولا لا. الاتنين على أصلا. الستة دي بتختصر، لان الاتنين 2 في 1 والستة 2 في 3، فالمفروض هو كان يشيل الاتنين مع الاتنين ويبقى تلت، مش يسيبها 2/6 زي ما هي. يلا يا عبد الله خارج قسمة 16 على مش دي. هو لو حضرتك جبت لنا مسألة زي دي هتحط المقامات متساوي؟ لا طبعا. تمام. يلا يا عبد الله. غيرت قسمة 16 على بي 16. قسمة بي ليه رقم جيم ديمس؟ صح ولا ماشي صح. صح؟ رقم باء دي معناها ايه يا عبد الله؟ باء دي معناها ايه؟ 16 بي. حلو دي. يعني بس انا مضروبة عارف يا عبد الله، معناها مضروبة يا عبد الله. قلت طالما مش حاطط مضروب الضرب في مضروب. الرقم لا جمع ولا طرح ولا اسم يبقى مضروب يا عبد الله. احنا في الضرب بنحط الستاشر في تمام بي، ما بنكتبش الضرب، ما بنكتبش العلامة طالما في رمز ورقم. يعني اول ما اشوف كده في الامتحان اعرف ان دي ضرب. اه احنا لسه تمام عارفين، احنا قايلين من زمان. ماشي. مروانة النهارده مش موجود، يعني رقم 3 مش موجود. يلا يا حبيبي أيوة بس يلا يلا. هتكون 31. الرقم بتاع السؤال 31. 30 واحد المقامات على الكبير على التمانية، الأول بتاع التمانية ده ستة على التمانية تفضل زي ما هي. يلا وحدي المقامات على التمانية، الاتنين دي نضربها في كام عشان تدينا تمانية؟ ده نضربها في 4. زي ما ضربنا تحت نضرب فوق، 1 في 4 بواحد بأربعة، لا بأربعة. اطرحي 6 ناقص 4 2، والمقامة بيجمعش وما بيطرحش 2 على 8. ايوه ده سؤال بقى صح كده، الناتج طلع 2 على 8. ال2 على 8 دي مش موجودة في الاختيارات، يبقى انا اعرف ان ليها اختصار. ال2 على 8 دي اللي هي بتساوي ايه؟ بس أنا عارف يلا يا حبيبي اسمه ال2 على 8 بتساوي ايه يا حبيبي؟ 1/8. 2 على 8 هي 1 على 8 ازاي؟ يعني او بقول 2 على 8 تبقى 1 على 8 ازاي؟ 5/8. يا جماعة في ايه؟ انتوا بتهزروا؟ يعني 1 على 8 ده اصغر منها، 5 على 8 ده اكبر من 2 على 8. ينفع يساويها رقم اكبر منها او اصغر منها؟ 5 على 6 ده رقم مختلف خالص. هي 1 على 4، لان التمانية، لان الاتنين 2 في 1 والتمانية 4 في 2، الاتنين هتروح مع الاتنين يفضل 1 فوق وتحت 4، الربع هو 2 على 8. لان انا لو ضربت 1 فوق في 2 وضربت 4 في 2 هتديني 2 على 8. تهزروا يا ربي، ده الحاجات دي بتاع 5 ابتدائي يا جماعة، ده احنا شرحنا فيها والله لحد ما الواحد هلك في 5 ابتدائي، ده كانت دروس كاملة، منهج كامل يا شباب. بنستوتوا كده ازاي؟ دي أساسيات رياضة. يلا يا مريم. أي مما يعلي يقع بين العددين 3 وسالب 3 الصفر. ماشي يا مريم صح، ممتازة. يلا يا محمد. 2 و1 من 10
سالب 2 و1/10 هتبقى أكبر. لا يساوي يساوي آخر كلام، يساوي ولا أكبر؟ يساوي يساوي، لأنها هتطلع بره القيمة المطلقة بالموجب، فخلاص يساوي هي هي. يلا يا يارا، يا يارا وين أيوه. ذهبتي؟ هنا يا باشا، أنا عامل المشترك الأكبر لعددين وعامله هو ليا 3 3 يعني هو صراحة. مريحك يا يارا والله، يعني هو عمل ايه يا يارا؟ ادي حل العدد الاولاني ايا كان هو كان بكام، وحلل العدد الثاني وقال لك هاتي عين ميم الف العامل عين المشترك الاكبر اللي هو العم محمد الطيب، ناخد التلاتة والتلاتة، تلاتة يبقى وتلاتة كام؟ 9. شاطرة يا يارا. عملت ايه؟ قالت العدد الاولاني اللي هو 7 في 3 في 3، العدد التاني 5، مينفعش احط الخمسة تحت السبعة، والتلاتة والتلاتة احطهم تحت التلاتين. عم محمد الطيب بياخد المكرر، بياخد من كل واحدة كررت واحدة بس، من كل واحدة كررت واحدة بس، يبقى 3 في 3 ب9. يلا محمد يا مجدي. ثانية، إذا قمنا بتوزيع 12 تفاحة و32 برتقالة على أكبر عدد ممكن من الصناديق، فيكون كل صندوق فيه تفاحات، فلما التوزيع بقى هنقسمه. صح، هنقسم ايه بقى؟ 12 يا محمد، 32 ده انا شرحتها في الواجب وغلطت فيها وعدتها تاني وحلينا واحدة تانية عليها وبرده نفس، احنا هو هو. هنقسم ايه بس يا محمد؟ هنقسم ايه بس؟ الراجل عايز يوزع، عنده تفاح وبرتقال، عايز يحطهم في صناديق، عايز يعرف هيحطهم في هيحط في كل صندوق كام تفاح، بس يكونوا عدد متساوي من التفاح ومن البرتقال. انا قلت هنجيب ايه هنا يا شباب؟ ميم ألف لازم اقول ميم هنجيب ميم ايه؟ ألف ميم ميم ألف ميم ميم ألف هنجيب عين ميم الف طالما قال لك وزع، لكن عين ميم الف بنجيبها في حالة واحدة لو قال لي معنى حاجتين بيتعملوا مع بعض في نفس الوقت. تمام. ال 12 عبارة عن 6 في 2، 2 أول 6 عبارة عن 3 في 2. ماشي، كمل. يلا ال 30 و 30، أربعة يلا في يا 8، محمد. 4 في 8، الـ4 عبارة عن 2 في 2، والـ8 عبارة عن 4 في 2، والـ4 عبارة عن 2 في 2 برضه. زي الفل، يلا طبعا احنا كمل. قلنا عن محمد الطيب هناخد الأهم المشترك ترتبهم تحت بعض صح، كله بيعرف يحلل ويجي يكتبهم لي تحت بعض، ينسى واحدة من الاتنين دول، ما تعرفش بيحط 2 تحت 3، بيعك الدنيا. هنحط الاثنين فاحنا والثلاثين أهم وبعد حاجة نرتبهم تحت بعض صح. بعدين نحط الاثنين والاثنين. 32 اللي هي كام؟ 2 كام في كام في كام في كام؟ ادي 2 في 2 في أربعة اثنين، 2 في 2 في 2، دول 4. 5 معلش، اما انا قلت بننسى واحدة انا عارف. 3 4 5، يلا والـ12 تكون 3. دي 3 في 2 في 2، ليه 3 2 و2؟ 2 و2 و3 بعيد. عم محمد الطيب ما ياخدش غير المشترك. ماشي، ولا 4؟ صح تمام، غير الـ2 عايز و2. تاخد 6 والـ4 كمان؟ لا لا، ماشي. يبقى 2 في 2 بـ4، بس هو ده عم محمد الطيب. الناتج هو 4. يلا يا عبد الله.
خمس. يا عبد الله، العدد خمسة وثلاثة. أيوة بس سامعك حضرتك، سامعاني ايوه بس. يلا. عدد خمسة وثلاثة ينتمي إلى مجموعة الأعداد. ثانية واحدة، اسمه 3 و5 من 10، مش 5 و3، لا 3 العدد الصحيح اللي بنقراه الأول وبعد كده نقول 3.5 من 10. خدتش بالي من العلامة العشرية، خدتش بالي من العلامة العشرية. ما هو لو ما فيش علامة عشرية كنت قلت طلعت 35. النسبية. أكيد الأعداد النسبية طالما علامة عشرية. يلا يا حبيبي. ما أسألها. أيوة بس 36 العدد الذي عملها الأولية 2 و11. ثواني يا شباب، ثواني. خدتي ميه؟ خدتي ميه؟ خدتي ميه؟ مش في حاجة، مش في غلط في السؤال بتاع محمد، بس هي مش المفروض تكون 3 تفاحات. مسألة ثانية واحدة وبس. ماشي يلا يا مريم، يلا يا مريم. العدد بس بحس سالب حضرتك ثانية ثلاثة واحدة. تزيد ها يا عبد الله عايز ايه؟ السؤال بتاع محمد مش فيه غلط، هي مش المفروض تكون 3 تفاحات. هي ايه اللي 3 تفاحات يا محمد يا عبد الله؟ عبد الله انت كنت معانا واحنا بنحل السؤال ان احنا بنجيب عين ميم الف يا عبد الله. ايوه مش حضرتك. يلا يا جميل، العدد الذي عمله 2 و11 هو بس. الإجابات مش واضحة. مش واضحة ازاي؟ انتوا مش شايفين الإجابات يا شباب؟ شايفينها يا مس؟ ماشي أمال إيه؟ شايفينها يا حبيبتي العدد اللي عوامله كده. الأولية 2 و11، مين العدد اللي عوامله الأولية 2 و11؟22. بس 2 في 11 ب22. يلا يا محمد. أنا مس ماري. يلا يا مريم. عدد سالب 3 في صورة A على B هو عايزين نحطها في صورة 3 على 3. كسر. هو ايه؟ هيساوي 3. 3 على 3 هيساوي 3. 3 على 3 فيها 3 من امتى؟ يعني لو قسمت 9 على 9 يا جماعة فيها 9؟ ازاي؟ يعني انا معايا 9 تفاحات هقسمهم على 9 اشخاص، كل واحد هياخد 9، ولو معايا 3 تفاحات هقسمهم عليكم انتوا الـ3، كل واحد منكم هياخد 3. ازاي؟ يعقل ازاي يا جماعة؟ 1. طب سوري. أكيد 3 على 3 فيها الواحد يبقى غلط. أصبحت أسهل. أي رقم على نفسه فيه الواحد يا شباب. أنا معايا 3 تفاحات هقسمهم عليكم انتوا الـ3، كل واحد منكم هياخد تفاح الطبيعي. أما العدد سالب 3 هحطه في صورة ايه على بي ازاي؟ ازاي ما غيرش من قيمته ويفضل سالب 3 زي ما هو، وكده أبقى حطيته في صورة برضو كسر. يبقى احط سالب تلت، يبقى اروح حاطه 1 تحت و3 فوق، كده هو هو غلط. ده كده تلت، ده انا صغرت الرقم كبرت ولا ايه عشان ده سالب؟ لكن الوحيده اللي صح سالب 3 على 1. قلنا المقام ملوش لازمه لو حطينا فيه 1، طالما انا حطيت في المقام 1 هي هي سالب 3، ما هي سالب 3 على 1 هي هي سالب 3. يلا يا محمد.
أي من الأعداد التالية ليس من عامل من عوامل العدد 45؟ التلاتة والتسعة. صح. إيه، تعالوا كده هنا، فين السؤال؟ أي من أعداد الدلالة ليس من عوامل العدد 45؟ مش من عوامل 45، أنت قلت مين؟ 9 و3. يعني اخترت 9 برضه، مش من عوامل 45 ليه؟ هو يعني إيه عوامل؟ يعني ايه عوامل يا جماعة؟ عوامل يعني جدول الضرب. يعني 45 دي بتقبل اسم على مين؟ مش 45 دي 5 في 9، يعني بتقبل اسم على 9، صح؟ طيب مش 45 بتقبل اسم على 5؟ صح. طب 45 هتقبل اسم على 3؟ والله ليه؟ تعالوا كده نقسمها، 45 على 3، 1 في 3 ب3، واربعة ناقص 3 1، ننزل الخمس، 5 في 3 ب15، اهي طلعت ب15، يبقى من عواملها. يبقى الوحيدة اللي مش من عواملها هي مين؟ السبعة. هرجع لك تاني للسؤال يا عبد الله، عشان انا قريتها عايزة عدد الصناديق مش التفاحات. انت صح، انا قريتها عدد الصناديق. بصوا كده يا شباب، هو الأربعة صح لو حالة واحدة وعايز عدد الصناديق. أنا أفتكره بيقول عايز أكبر عدد من الصناديق، أنا ما كملتش قراءة إيه صراحة. هو لو أكبر عدد من الصناديق يبقى عندي 4 صناديق، في كل صندوق بقى أحط فيه قد إيه؟ في كل صندوق أحط فيه 8 برتقانات و3 تفاحات. يبقى عشان أحط عدد متساوي أنا عندي هنا أعداد متساوية، أحط إيه؟ 4 برتقالات، 4 صناديق. أكبر عدد من الصناديق اللي المفروض أعملهم كام صندوق؟ 4 صناديق يا شباب. يبقى هما فعلا زي ما اقول، مين الاربعه تتضرب في كام عشان تدينا 12؟ الاربعه تتضرب في 3. فهمتوا يا شباب؟ ماشي. هو لو قال لك هات عايز لعدد الصناديق كنا قلنا 4، لكن هو بيقول لك هتحط في الصندوق كام تفاحه؟ 3 تفاحات، لان عندي 12 تفاحه، يبقى 3 و3 و3 و3، مش انت هتوزعهم على ال4 صناديق؟ يبقى كل صندوق فيه كام تفاحه؟ 3 تفاحات. لو كان عايز بقى التانيه اللي هي يمين البرتقال، كل صندوق كنت احط فيه كام برتقاله؟ 8 برتقالات. بس نركز يا التوحد شباب عشان هو بيلعب بالالفاظ، بيلعب في الاسئله، السؤال مش ثابت. احنا عشان بنحله كتير عايز اكبر عدد من الصناديق، انا ما خدتش بالي خالص ما عايز التفاحه. أصلا عملت نركز. قعدت في وراك سيلت لها مش 4 3. شاطر يا عبد الله، ممتاز. يلا مين اللي بعد؟ يارا. يارا رحتي مس فين يا يارا؟ الساعة 8:30 يا مس، مش هنخرج وندخل عشان ما ماشي يحصلش علينا الدور. ايه، مش ماشي هنخرج الساعة بعد 8:30، الوقت هنخرج وندخل. ماشي يلا. يلا.